من فاروق عصام في الاستوديو، فاروق صلاح من داخل نادي الاهلي في الجزيره. تعال نروح ونطمن على اللمسات الاخيره النهارده، اخر تدريبه او هي التدريبه الوحيده الرئيسيه يعني قبل مواجهه المصري بكره. ان شاء الله نطمن منها على كتير من لاعبتنا، وخصوصا زي ما قلت لكم في بدايه الحلقه اثنين من الاسماء يهمني اطمن على جاهزيتهم لماتش بكره. انتوني مودست لانه مفيش خيار او مفيش بديل قدام كولر غيره في مركز المهاجم، وامام عاشور اللي اتقال انه يمكن تعرض كده لاصابه خفيفه قد تمنعه من المشاركه بكره. نعرف التفاصيل اكتر من فاروق. فاروق مساء الخير. برحب بيك زميلي العزيز احمد سمير، وبرحب بالناقد الرياضي الاستاذ فاروق عصام، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. زميلي احمد، طبعا كلامك وكلام الاستاذ فاروق عصام وضربه البدايه للدوري المصري او دوري رابطه الانديه المحترفه والتطوير طبعا اللي بننشده، وبنتمنى نشوف الدوري المصري في كل مكان وبالصوره اللي تليق بقيمه وتاريخ الكره المصريه. يعني خليني اخد من الكلام ده قبل ما اطمنك على التدريب واطمنك على كافه الامور، خليني اقول لك ان النادي الاهلي بيخوض التدريب بالكرات الرسميه للدوري المصري اللي خلاص اللي هيخوض بيها مباراة الدوري. فالأهلي النهاردة أول تدريب النادي الأهلي بيخوض التدريب بالكرة الرسمية لبطولة الدوري رابطة الأندية المحترفة، ودي بتحدث لأول مرة، وده أول تدريب طبعا خلاص زي ما أنت عارف ان الشكل بالنسبه لنا في دوري رابطه الانديه المحترفه سواء من الشكل الجديد او الكره الرسميه اللي هيلعب بيها بطوله الدوري. اذا فالاهلي بيخوض تدريبه بعد استلامه طبعا للكرات الرسميه لبطوله الدوري رابطه الانديه المحترفه، وده يعتبر زي ما انت قلت زميلي احمد ده التدريب الرئيسي والاساسي لفريق النادي الاهلي طبعا بعد العوده من السعوديه. عشان اقربك من التفاصيل اكتر بقى ومن الصوره اكتر زميلي احمد، النادي الاهلي بعد مباراه السوبر الافريقي كان مستر كولر منح اللاعبين اجازه لمده 24 ساعه، استأنف تدريباته النهارده استعدادا لانطلاق بطوله الدوري امام المصري غدا على استاد برج العرب. قبل التدريب مستر كولر عقد جلسه مع اللاعبين، اتكلم طبعا على يعني سلبيات بطوله او مباراه السوبر، وان انت بتفقد مباراه وبتفقد من خلالها بطوله. اتكلم مع اللاعبين وطالب اللاعبين بضروره عدم البناء على الموسم الماضي، لا احنا هننسى الموسم الماضي، عايزين نركز في الموسم القادم، عندنا بطولات كتير، عندنا دوافع كتير جدا. طالب اللعيبه بنسيان الموسم الماضي، الموسم الماضي ده زي ما بنقول او زي ما قال اللاعبين بطولاته بانجازاته دخل المتحف، عندنا بطولات كتير، عندنا انجازات كتير، عندنا تحديات كتير في هذا الموسم، لازم نتعلم من مباراه السوبر الاخيره، لازم نبني على المحطه الصعبه او يعني المطب اللي بتقع فيه علشان تبقى انطلاقه للي جاي. طالب اللعيبه خلاص هنقفل صفحه مباراه السوبر، واكد على بدايه الدوري، واكد على نقطه مهمه جدا ان البدايات مهمه جدا، هنلعب امام خصم صعب جدا زي فريق المصري، مدير فني زي الكابتن علي ماهر بيعرف يقفل الملعب بشكل كويس، بيقدر يلعب امام النادي الاهلي انه يفكر دايما انه يطلع يعني بنقطه التعادل بيبقى بالنسبه له هدف اساسي اكتر من انه يفكر في الفوز. مستر كولر اتكلم في الامور دي مع اللاعبين، اتكلم في كافه التفاصيل الفنيه اللي طالبها من اللاعبين في هذه المباراه. انطلق التدريب زميلي احمد، وانا عايز اطمنك طبعا انت عارف غياب حسين الشحات، غياب كهربا، وغياب ايضا صلاح محسن طبعا لظروف الايقاف عن هذه المباراه. خليني اكد لك جاهزيه انتوني مودست اللي من المقرر ومن المنتظر ان شاء الله انه يقود خط هجوم النادي الاهلي غدا بمشيئه الله، وتكون اول مباراه رسميه لانطوني مودست زي ما احنا شايفينه في التدريب بيظهر بشكل متميز جدا. مستر كولر اتكلم معاه اللحظات قبل انطلاق المران، كابتن سامي بيتكلم معاه، كابتن خالد شفت حديث ما بينه وما بين يعني بيرستاو واليو ديانج، ان شاء الله يكون واحد من اللعيبه والصفقات المهمه جدا للنادي الاهلي. بالنسبه لامام عاشور زميلي احمد، امام كان طبعا اشتكى من كدمه في مباراه السوبر الاخير امام اتحاد العاصمه، لكن زي ما اكد لنا طبعا الدكتور احمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالنادي الاهلي ان الكدمه كانت بسيطه جدا، ولكن باكد لك جاهزيه امام عاشور اللي بيشارك في التدريب النهارده بشكل متميز جدا وبالصوره وبالشكل طبعا ان شاء الله اللي يكون جاهز معاه المباراة غدا، باكد لك جاهزيته ان شاء الله ويكون واحد من العناصر المهمة جدا الموجودة مع مستر مارسيل كولر في المباراة القادمة باذن الله. ايضا باكد لك بالنسبة لكريم فؤاد واكرم توفيق، الامر خلاص بيخضع للرؤية الفنية والجاهزية البدنية للاثنين اللعيبة لمدى جاهزيتهم البدنية، ولكن من الناحية الطبية باكد لك جاهزيتهم، يتبقى الامر ويخضع الامر لمدى احتياج مستر كولر ليهم وجاهزيتهم البدنية في الاستعانة في هذه المباراة. لكن زميلي احمد في هذه الاثناء التدريب
بيستمر مستر كولر اتكلم مع بعض مع اللاعبين على بعض الجمل الفنيه اللي طالبها منهم، تركيز طبعا على ان فريق المصري وكابتن علي ماهر ازاي بيضيق المساحات وازاي بيقفل الملعب، ازاي يكون عندي تنوع واختراقات لخط الدفاع، ازاي ان انا اقدر استغل الكرات الثابته اللي جات لي منها عدد كبير جدا في المباراه الاخيره امام اتحاد العاصمه لم يستغل. لكن ان شاء الله من اللي احنا شايفينه من التدريب من اللاعبين من حديث مستر كولر ان شاء الله زميلي احمد هتكون بدايه انطلاق لعيب النادي الاهلي في هذه المباراه وتكون بدايه الدوري والحفاظ على درع الدوري باذن الله. ان شاء الله رهنا على روح الفريق اللي بيظهر دايما او بتظهر دايما معدنه في الاوقات الصعبه، واحنا محتاجين الروح دي تكون حاضره في ملعب برج العرب بكره ان شاء الله. انتم المفروض الفريق هيتحرك بعد نهايه الميراندا على اسكندريه عشان يبات هناك طبعا استعدادا لمباراه المصري، مظبوط؟ بالظبط زميلي احمد، عقب انتهاء المران الفريق هيتوجه طبعا الى مدينه الاسكندريه للمبيت باحد الفنادق القريبه من ملعب المباراه اللي ان شاء الله طبعا تكون بدايه انطلاقه النادي الاهلي. وزي ما انت بتقول ترهنا دايما بيبقى على روح فريق الجماعه في النادي الاهلي، روح الفريق اللاعبين الجهاز الفني. ان شاء الله زميلي احمد تكون بدايه خير باذن الله وكل الانطلاقه من مباراه المصري باذن الله. باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح من داخل النادي الاهلي في الجزيره، دي كانت أخبار التمرين.